عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا، حياكم الله وأهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من مساحة حرة حول نقاط متعددة نتحدث عنها في هذه الليلة. نتحدث عن يوم الأرض، رسالة يوم الأرض، ماذا يقول الناس في يوم الأرض، وما هو المطلوب أيضا في يوم الأرض الخالد. في كل عام يحتفل الفلسطينيون بهذا اليوم كل على طريقته، وكذلك رسالة واحدة، ألا وهي أن الأرض باقية وخالدة روحها في كل الفلسطينيين. ماذا يقول الناس بهذا الخصوص، وهل بالفعل هناك أي رسائل تختلف عن العام الذي سبقه والذي قبله حول موضوع يوم الأرض؟ عندما طرحنا هذا السؤال على صفحة الفيسبوك كان هناك كثير من الذين علقوا على هذا الأمر والذين تحدثوا حول نقاط متعددة. أبرز ما قاله الناس حول هذا الأمر طبعا نتابعه على صفحة الفيسبوك. أحد المواطنين هون بيتحدث ويقول إنه للأسف نحن ضيعنا الأرض قبل أن نحتفل بيوم الأرض. هون مواطن بيحكي يجب أن نحافظ على تماسكنا وعلى وحدتنا في يوم الأرض، لأن يوم الأرض رسالته خالدة، ويوم الأرض لا يمكن أن يكون مجرد فقط احتفال. هون حدا بيحكي إنه في يوم الأرض نتذكر الشهداء الذين استشهدوا في يوم الأرض في الداخل الفلسطيني وكذلك في المواقع الأخرى. هون مواطن بيحكي في يوم الأرض إذا أردت أن تتحدث عن يوم الأرض فعليك أن تذكر الناس وأن يتذكر الناس الشهداء والجرحى والأسرى المعتقلين داخل السجون. مواطن آخر طبعا على صفحة الفيسبوك يقول في يوم الأرض نتذكر فقط ما يجب أن نتذكره دوما، أقوال الشهداء العظام. هون حدا بتحدث عن متابعات أخرى، يقول هذا المواطن في يوم الأرض أنا بتحدث إنه أو أنا بحكي لكم إنه إذا أردتم الحديث في يوم الأرض فعليكم أن تتذكروا إنه ما في عنا وحدة، ما في عنا انتماء للأرض، إحنا بس بنتذكر يوم الأرض في الاحتفالات والمناسبات وبنتصور وبعدين بنروح بنروح. هون حدا بيحكي يعني مبسوطين بتحكوا عن يوم الأرض، طيب مدام مبسوطين بتحكوا عن يوم الأرض يعني طبعا هو هكذا يقول هذا المواطن، معناته احكوا انه فيش عنا اهتمام بالأرض، بدليل انه هكذا يقول المواطن، دليل ما اقوله انه بتتحدثوا عن يوم الأرض وفيش حدا اصلا سائل في يوم الأرض، لا في فعاليات عن يوم الأرض الناس بتشارك فيها ولا في أي شيء آخر. هون مواطن بيحكي البعض منا إذا ما في كاميرا ما بيشارك بيوم الأرض. طيب هذه الصور التي ترونها الآن والمقاطع هي لجزء من الفعاليات باحتفالا بيوم الأرض أو بمناسبة يوم الأرض في مناطق النقب وأيضا أم الحيران وغيرها. طيب نتابع طبعا ما يقول هذا المواطن، يقول إنه في يوم الأرض لا يمكن إلا أن نتذكر أن هذا اليوم يذكرنا بمأساة أبناء شعبنا. هون حدا بيحكي نسأل الله تعالى أن يحفظ الأرض والعرض. محمد أبو علي، تفضل محمد. عليكم السلام، معك أخوك محمد أبو علي من يطا. تفضل يا محمد. والله ما عارف منين بدي أبدأ لك يعني. تفضل تعلمنا الصوت. أنا بالنسبة للأرض تعني لي تعيش بنتي أختي ولكن الواحد يعني يحكي بصراحة. اللي بيغتصب بنتي مع كل احترام وبيغتصب بنتي أختي ما فيش مهادني. ما فيش مهادنة معها، وفلسطين راح ترجع يعني كل سنتيمتر مربع فيها راح ترجع،
وبالنسبه لنا فلسطين الروح، فلسطين الدم، فلسطين الحياه، فلسطين الكرامه، فلسطين بيتي وبيتك بشكل الحقيقه، عارتي وعارضك بشكل المدينه او المحافظه، مجموع المحافظات هذه فلسطين يا اخوان. فلسطين تبدا من غرفه النوم يا اخوان. فلسطين انا بالنسبه لي بتبدا من غرفه النوم اللي بعيش فيها انا محكي يا اخوان. مين ضيع فلسطين؟ فلسطين ما ضاعت، ما بني على باطل، ضاع على باطل. الله سبحانه وتعالى يعني برايك يعني فلسطين. يعني برايك انه يجب ان يكون في انتماء اكبر واكثر لفلسطين في يوم الارض وفي كل يوم. كيف فلسطين عايشه فينا يا رجل؟ فلسطين شجر الزيتون، فلسطين صارت تراب اللي بتحط وجهك عليه، بناكل منها وبنشرب فيها وبننام فيها، وبعيد منك بتبول عليها وبنبدا بنزرعها يا رجل. يا رجل. اشكرك يا سيدي، شكرا جزيلا لك. ابو حماد تفضل. ابو حماد السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي انا بدي اقول نص الكوب مليان، نص الكوب مليان مش فاضي. انا بحيي كل اللي احتفلوا او كل اللي احيوا يوم الارض. يوم الارض زي ما حكى اللي قبلي، هي اللي بنتنفس فيها، هي اللي بناكل فيها، هي اللي بنشرب فيها، هي اللي بنشعر فيها. على هذه الارض ما يستحق الحياه. أنا بقول هذه رسالة إلى المحتل، وأنا بقول إحنا تحت الاحتلال. خليني أذكر الاحتلال، الاحتلال، الاحتلال. إحنا هاي المسج أو الرسالة اللي بيقدموها حتى القليل من اللي بيحيوا يوم الأرض، باعتقادي إنه يوم الأرض وحد كل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وال 48 وغزة، كلنا أحيينا يوم الأرض. هذه بارقة أمل أنا بقول لنضيف عليها، لنطورها، لنفعلها. أنا مع كل اللي أحيوا يوم الأرض. وهذا نصفكم مليان. نرجو أن تصعد هذه التفاعلات أكثر وأكثر وأكثر ضد الاحتلال. وأنا عم بشوف أو بتابع الاحتلال مغيوظين من إقامة الاحتفالات أو إقامة إحياء الأرض. وهذه رسالة قوية للاحتلال وما يسارد الاحتلال في الخارج. نعم، شكرا جزيلا لك. قبل أن نتحدث عن طيب نأخذ معنا اتصال. بلال تفضل. يا بلال. بلال تسمعنا من التليفون يا بلال؟ بلال تسمعنا من التليفون، تفضل. مساء الخير اخي معاذ. هلا بيك، مساء النور. كيف حالك؟ شلونك؟ الله يحييك اخي معاذ. اول شيء احنا نقول طبعا في يوم الارض نعم هي اجلال اكبر الى كل الفلسطينيين الذين جاهدوا ونظروا من اجل هذه الارض التي ان شاء الله باذن الله سنردها باذن الله بقوه. والخزي والعار، والخزي والعار للعملاء والخونة. وأنا ما بتطول عليك، لازم أقول كلمة واحدة أمام الله وأمام الجميع. الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. وأطالب سيادة الرئيس أبو مازن الفاضل أنه يجب أن يكون بقوة ونحن معه. وأقول لك أخي معاذ بعد إذنك طبعا تحية، كل التحية لأبناء الأجهزة الأمنية والخزي والعاب العملاء والمزاودين. وكما نقولها كما قال أبا عمار، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية. وحماس وفتح إخوة مهما صار، مهما صار فتح وحماس إخوة مهما صار. وألف شكر لك أخي. شكرا، شكرا جزيلا لك. مين معنا يا صهيب؟ مواطن من طيبة، تفضل يا مواطن. تفضل يا مواطن. طيب نقرأ بعض التعليقات قبل ما نأخذ بعض الاتصالات. هون في مواطن بيحكي لفت نظري تعليق إنه إذا ما في كاميرات الناس ما في فعاليات. لا، الناس تنتمي لأرضها، ومن يقول هذا الكلام للأسف مريض. هذا طبعا ما يقوله هذا المواطن. تفضل يا مواطن الخليل. يعطيك العافية. الله يعافيك. معظم أنا بعتقد فلسطين هي من أقصى الشمال لأقصى الجنوب.
ولا اعتقادك واعتقاد ناس مسؤولين كثار ممكن. انا بعرف شو وجهه نظرك، اعتقد هيك نفس الشيء، من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. ما بدنا نزود على 67 وننسى 48. انا بعرف في ناس وبيحكوا اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67، هم ال 67 هذولك مش فلسطينيه، وهم اللي بيحتفلوا بالذكرى يوم الارض، هم اللي قدموا شهداء في يوم الارض، واحنا عمالنا بنقدم، بس ليش نسيناهم؟ احنا بدنا نفوض على 67 وننسى باقي الارض. شو السبب؟ هي ارضنا. ولا هذيك مبيوعة، هاي مش مبيوعة على 67. ما في مسؤولين كبار كمان هم مهجرين، بس هم بدهم يقيموا الدولة الفلسطينية بس على 67. يعني أنت برأيك إنه في ناس يعني مش سائلة في هذا الموضوع؟ وأنا مستغرب، أنا اللي ببدأ كثيرين تكون إقامة الدولة الفلسطينية على 22% على 1% على 70%. طيب شو؟ 1% من أرض فلسطين ظلت، يعني هذا مش حرام؟ طيب. ولا هاي لليهود 1% و99% صارت للفلسطينيين. طيب شكرا لك مواطن. تفضل يا مواطن. ألو. تفضل يا مواطن. معكم موفق أبو حفيظة من تركيا. تفضل يا موفق. حبيبي أنا بس بحب أذكر قول الشاعر العظيم إبراهيم طوقان: وطن يباع ويشترى وتصيح فليحيى الوطن، إن كنت تبغي خيره فابذل من دونك الثمن. إحنا بنصرخ وبنصيح الوطن الوطن، هو الوطن بس إله يوم بالسنة، هو عيد الأم، يوم في السنة الوطن، يوم الأرض، مع احترامي لذكرى يوم الأرض، لكن اللي بده الأرض بيتمسك فيها وبعمرها. إحنا تركين نصف فلسطين مشاء، إذا كنا بدنا الأرض يا أخي نطوب هاي الأراضي نعطيها للأزواج الشابة يبنوا عليها بيوت أمام المستوطنات، بحدوا من إقامة المستوطنات. كل يوم في مستوطنة، بالأمس كان في كلمة عربية ردت إسرائيل عليهم بإقامة مستوطنة جديدة في نابلس بدل عمونة. شو عملنا؟ نصرخ نبكي حائط مكة؟ هو يوم الأرض حائط مكة فقط؟ بدك أرض بدك تعمرها، بدك تخدمها. إبراهيم طوقان الشهيد إبراهيم طوقان حكاها ودرسناها في المدارس: وطن يباع ويشترى فتصيح فليحيى الوطن، إن كنت تبغي خيره فابذل من دمك الثمن. أي دم ببذلوه؟ إحنا بدنا نعمل ماراثون في ذكرى يوم الأرض، بدنا نعمل رقص الحديث في يوم الأرض، بدنا نعمل مناسبة دف ورقص في يوم الأرض. طب شو اللي بدك إياه وتقترحه؟ اللي بقترحه إحنا الضفة الغربية عمالة تهود قطعة قطعة. إذا إحنا بدنا نحمي هاي الأرض يا أخي في تضخم سكاني في عنا في المدن، يا أخي نوزع الأراضي المشائية لكبار المستوطنات نعطيها لأزواج شابة. لو كل فرد عمر قطعة أرض أمام مستوطني، مستحيل المستوطن يكحم هاي الأرض. نقسم هاي الأراضي نعطيها لأزواج شابة، خلي الناس تخدمها، خلي الناس تتعاطى معاها. طيب يعني أنت برأيك حتى يعني افرض في مواطنين مثلا عندهم أرض مشاع أو إلى ما هنالك، مستعد الواحد فيهم يتنازل عن أرضه عشان يعني مو بيحصدها أو بزرعها أو بحافظ عليها أو بلقط زيتونها وإلى ما هنالك؟ مستحيل مستحيل أي مواطن يتنازل عن أرضه. لا لا لا، أنا بحكي لك مش إنه بده يتنازل تنازل، أنا بحكي لك إنه هي أرضه أصلا محافظ عليها. طب هو بدك جهة، المفروض في جهة هناك حكومة تتحمل مسؤوليتها، تتحمل المسؤولية الكاملة، مش المسؤولية كاملة في ذكريات ومناسبات. لازم احنا في المناسبات. طب اسمع، هون في مواطن بيحكي في يوم الارض احسن رسالة الوحدة. وين الوحدة؟ يا اخي احنا كل سنة بدنا نتذكر اشي معين، يعني احنا يوم الارض من 76، ما احترام لاهلنا في 48 اللي احيوا هاي الذكرى، يعني لو ما احيوها في 48 احنا نايمين في الضفة الغربية قطاع غزة. الانقسام صار قبل 10 سنوات، قبل 10 سنوات وين كنا؟ مش كان في عنا يوم ارض؟ احنا خلينا نحكي بكل جرأة وبكل صراحة، من تاريخ دخول السلطة للارض الفلسطينية تضخم الاستيطان 400%، 400%. احنا شو عملنا للارض؟ احنا دخلت علينا مستوطنات 620 الف مستوطن في الضفه الغربيه، 620 الف مستوطن. وين احنا؟ خلينا نقيم حالنا يا سيدي. لو انت عندك شركه خاصه اخر السنه بتقيم حساباتك، يا خسران يا ربحان. اذا انت خسران بتسكر هالشركه. انت شو عملت؟ شو عملت الارض؟ انا بدي الارض، انا ما بدي ابني حجار في رام الله في نابلس وفي طول كرم، انا بدي اعمر المناطق النائيه لكبار المستوطنات. يا سيدي انا بحكي في كل جراه،
بحكي لك في كل جرأة، المستوطن إذا رأى وشاهد أي بيت فلسطيني على كم جبل بحاول يصادر الكم اللي مقابله، الجبل اللي بقابل هذا البيت مستحيل يتحمل البيت نفسه. يا أخي في أراضي شاسعة في الضفة الغربية، نعمرها نعمرها ونصونها، مش طيب. فقط نروح نشتري شقق. يعني أنت أنت برأيك إنه تعمير الأراضي والمساء للحد من المستوطنات؟ طيب. عمرك وين ما في مستوطني عمر بيتك بالها. أشكرك يا سيد، توسع الاستيطان. أشكرك أشكرك. خالد من بيت لحم، تفضل يا خالد. حبيبي مسيك بالخير يا عمي. هلا بيك. والله يا عمي بالنسبة لأرض، الأرض زي العرض غالية، والله غالية على كل مواطن فلسطيني، وإحنا بس بنطلب الوحدة للشعب الفلسطيني. يعني إحنا حماس الفاتح في الشعب، كلها حماس الفاتح، لا احنا الشعب اهل البلد، والارض والله غاليه، والله ما بنطلب الا الوحده ونحافظ على باقيه الارض اللي ظلت. اذا ظل ارض انت شايف اليهود اخذوا تقريبا 80% من الارض يا ابو. اذا ظل ارض والله ما ظل ارض يا ابو، كلها مستوطنات وكلها راحت. يعني معلش مختلفين، والله ما نعرف، ما ظل شيء نختلف عليه، بالعكس الحين بس نحافظ على حالنا وشو بنقدر نحافظ عليه نحافظ عليه ولا لا. طيب وشكرا لك. شكرا جزيلا لك. هاي طبعا هذه الصور هي من آثار المواجهات اليوم في يوم الأرض، فعاليات إحياء يوم الأرض 30 من آذار. ننتقل لمين؟ لمحمد. محمد معنا، تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، يعني إحنا يعني نتنياهو قاعد بتبجح وبيعلن وبيشتمع بقول بدنا نسوي مستعمرات ونصادر اراضي، وللاسف احنا يعني زي الواقف بيتفرج يعني. وبعدين هو لما بيقول دوله يهوديه، هو ما بيتحدث لينا احنا، هو بيتحدث لرب العالمين، لما ربنا بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخر من الخاسرين. يعني هو يعني قاعد بيتحدث لرب العالمين، مين هو يعني؟ وبعدين اخي العزيز، يعني احنا كمسلمين وكمجاهدين وكمقاتلين لازم يكون هدفنا هدف نتنياهو، لانه ربنا بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. طبعا الفساد بيسوي نتنياهو وجماعته ان يقتلوا، اول كلمه يقتلوا. فيجب انه هدفنا الاساسي يكون نتنياهو وزمرته، لانه الوضع اتماد. يعني اما يعني الوضع الفلسطيني الداخلي ممتاز، الف الف وحده وكل شيء تمام، ويعني هالصراحه الوحده اخي العزيز، الوحده كيف بتتم الوحده؟ الوحده لما انا باخذها كيف الوحده بتتم؟ طيب صلاح الدين، صلاح الدين الايوبي رحمه الله كم استغرق من الوقت حتى يوحد داخليا قبل فتح بيت المقدس؟ سنوات طويله اخي يعني العزيز. يعني كم تقريبا؟ والله بالضبط يعني تقريبا 10 سنوات 9 سنوات. طيب تقريبا. يعني إذا كان هذا يعني قد يقول قائل من باب أولى أن يكون هناك وحدة موقف ووحدة صف وإلى ما هنالك وكلمة. وأنا بقول لك كيف الكلمة تقول. مع بالضبط. طبعا مع 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 كل يعني الاحترام لوجهة نظرك التي لها تقدير، يعني مع احترام وجهة نظرك بتحدث بس مقابل وجهة نظر أخرى مختلفة. أخي العزيز، مو أنت اسمعني، لما إحنا بنكون حكومة قوية، لما تحكي حكومة وضع حتى تميم الله يسعده، صار أنا يعني احترمته في السمة العربية، يعني أشرد وحكى عن الوحدة والمصالح وعن قضية فلسطين، وإحنا بنشجع وبندعم كل إخواننا العرب اللي بيدعمونا بأيدونا، إنه هذه قضيتهم الأولى. طيب. قضية العرب والمسلمين الأولى، قضية فلسطين والأقصى. فلما أنت بتشكل حكومة جديدة أخي العزيز، رئيس وزراء جديد، لما بيكون خلينا نحكي لأنه إحنا شعب ولازم نتوحد، لما بنشوف كانت مش على وزير في الحكومة، اللي نشوف محمد دحلان وزير في الحكومة، هان وحدة وطنية. طيب يعني أنت برأيك إنه كل الأشخاص تتوحد في حكومة؟ أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. مين معنا يا صهيب؟ مواطن من الظاهرية، تفضل يا مواطن. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بدي أحكي عن فتح وحماس. مالهم؟ مش مالهم، حماس مش فلسطينيين، فتح حركة الشعب الفلسطيني. مش فلسطينيين حماس، اتق الله يا رجل. مش فلسطينيين. اتق الله. عامل جايك اسمع مني. اسمع مني، اقسم بالله اني عاشرت عبد الناصر. وعاشرت جميع عبد الناصر، وعاشرت جميع القاضي العرب. وانا فعلا انا انتحت منك، والله ما صار معي بات الا في فلسطين. انا فدائي من حركة التحرير الوطني الفلسطيني. مش ورا مكتب، اجيت من جنوب لبنان. تمام؟
أما الناس هاي بتبعد عن علي الوهدي وبتبعد في انقلح فتح فتح هاي عم حرفة الشعب الفلسطيني هاي هاي ما 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 طب يشاهدك أو يستمع لك من كل الجهات وحماس وفتح وشعبية وكل هو الجهاد وغيرها وقد يعتب عليك أنا تعلمنا في الجلسات التنظيمية إنه الفلسطيني أخو الفلسطيني هذا لا هو أخوي ولا حاجة اللي بنطق علي. طيب شكرا جزيلا لك يا سيد شكرا. تيسير تفضل يا تيسير. هلا بيك تفضل. بداية نترحم على شهداء الثلاثين من آبار الذي يصاب في يوم الأرض رحمة واسعة الذين قدموا أرواحهم في داعي لحماية أرضهم واختصابها من الاحتلال. يوم الأرض يعبر عن ألم الشعب الفلسطيني في الماضي والحاضر. وهناك أخ معاذ مقولة الكبار يورثون والصغار يكونون الاحتلال الصهيوني. يوم الأرض هو يوم مقدس عند الشعب الفلسطيني. في مثل هذا اليوم قام الاحتلال بسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية عند أهلنا في الداخل الفلسطيني ليقيم عليها البوار الاستيطانية كي تكون لا سمح الله شوكة في حلق الفلسطينيين. نحن لا ننسى أرضنا ونحن متمسكين بحق العودة. نريد أن نوجه رسالة للاحتلال الصهيوني أن دماء أبنائنا وأخوتنا التي روت دماؤهم أرض فلسطين لا زالت في عقلي وقلبي أشكال فلسطين حتى يتحقق الفلسطينيين حلمهم التاريخي العودة إلى الوطن الأم فلسطين الذين هجروا عنه عنوة ونتيجة خذلان حكام تلك الفترة. طب شو الرسالة في هذا اليوم؟ نعم الرسالة في هذا اليوم شو هو أو شو هي؟ ما كنت سامع مليح أخبار. أتحدث إنه شو الرسالة برأيك اللي لازم توصل في هذا اليوم؟ رسالتنا اليوم اللي موجهة لشعبنا الفلسطيني التمسك في الأرض. وليس هذا اليوم هو ليس هذا اليوم من كل سنة هو عنوان الفلسطينيين بل واجب على كل فلسطيني أن يتمسك بأرضه كل يوم. وزيارته ومتابعتها بحيث انه كديش بيستطيع انه يحاول يزرع ويحصد ويفلح على اساس انه ما يجعلش فتره زمنيه خلينا نقول للمستوطنين ان يقتحموا الارض ان يعني نعم. ان يقتحموا ارضنا. نعم اشكرك يا تسير شكرا جزيلا لك. مين معنا يا صهيب؟ طيب تفضل يا مواطن. عليكم السلام. تعالي لي صوتك بعد إذنك. الصوت واطي جدا يا من عندك لو تعالي لي صوتك تفضل. يا ريت تعود الاتصال مرة أخرى بعد إذنك مضطرين الاتصال إنه ما ناخده لأنه الصوت غير واضح إطلاقا. تفضل يا مواطن من الفوار. مساء الخير. هلا بيك تفضل. والله بلادنا تستحق الدماء والارواح يا استاذ. وإلي اسف كبير على اخي الحسن الظهري الكلام اللي قاله والله يعني يستفز الاسماع. انا والله عزيزتي انا بصراحه مش سامعك نهائيا يعني نهائيا. نعم. صوتك مش واضح اطلاقا. بقول لك انا على الاخ اللي حكم الظهري قبل قليل وهي حقني الاعتاب. سامعني يا استاذ؟ مش واضح اطلاقا. سامعني حاليا؟ سامعك. تفضل. بقول لك انا عندي عتب كثير على الاستاذ اللي حكم الظاهري. تفضل. انا حمد في اثنين شهداء واحد مكتوب مؤبد كيف مش فلسطينيين. على كل حال نفس موضوعنا نختم الموضوع لانه والله عن جد والله اني غضبني كثير الله يسامح. اذا تسمح لي اشارك ببعض ابي الشعر. سامعني استاذ؟ سامعك تفضل بس الصوت مش واضح نهائي. مش مشكلة بس احاول اكون في الامتياز الثاني كويس. في كثير من الجواهر يقول فيها لم استطعت نشرت الحزن والالم على فلسطين لسوء مسودا لها علما. ساءت نهاري اقراما فجائعها وسؤن ليلي اذا صورنا لي حلما. ورمت السقوط حجابا يوم مصريها فلو تركت وشاني ما فتحت فمي. فكلما غصفت بالشعب عاصفة لي. أو جاءت تصرف الفرصات والقلمة
هل أنقض الشام كتاب بما كتبوا أو شاعر صان بغداد بما نظم؟ فما لقلبي فما لقلبي جيشا بعاطفة لو كان يسبق فيها لفاض دما. نعم. السلام عليكم. أشكرك يا سيدي، شكرا جزيلا لك. صلاح تفضل يا صلاح. أسعد الله مساءكم ومساء كل المشاهدين. هلا بيك. الله يخليك. أنا بدي أقول كلمة في هذا اليوم، اليوم الخالد ليوم الأرض. نحن سعداء في إحياء هذه المناسبة، ولكن من هنا سأطير أول شيء يعني رحمة لكل الشهداء وإلى كل الأسرى أيضا وإلى كل الجرحى وإلى كل المتشبثين في الأرض. أقول لكل هؤلاء الذين سبقونا بالشهادة، وأقول لإخوتنا داخل المعتقلات، وأقول لكل الجرحى، وأقول لكل الذين تهجروا من هذه الأرض، سيكون لنا إن شاء الله لقاء في القدس. صبرا أيها الشعب الفلسطيني، أنتم من قدمتم وأنتم من ضحيتم. أنا أقول لكل هؤلاء الذين تكلموا من قبلي، يا أحبابي يا إخوتي، هناك أنين داخل المعتقلات، وهناك آهات لأبناؤنا الجرحى، وهناك أمهات سكالة دفعت أبنائها من أجل أن يكون هناك أرض ويكون هناك جواز سفر فلسطيني لنذهب إلى كل العالم. كل الاحترام لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم على أكفتهم من أجل أن يكون هناك فلسطين ويكون لنا هوية. أي نعم، ذهبوا هؤلاء الشهداء. قد يقول قائل من الناس مثلا أنه يعني على إيش مركن يعني عشو مركن مثلا في اللي بتحكي؟ أنا سأقول لك أخي معاذ، عندما أتى ياسر عرفات وقبل أن يأتي إلى فلسطين، نعم، كان يقول أعطوني موطئ قدم، سأقيم دولة فلسطين على موطئ قدم 30 × 30 سنتي، أعطوني. وعندما أتى ياسر عرفات قال، نعم، هذا أول مسمار يدق في نعش إسرائيل. أه. من أجل أن أكون يعني أنت تتحدث في رسالة تاريخية. شكرا جزيلا لك. مشادي تفضل. مشادي ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. بالله بدي أحكي أنا بمناسبة يوم الأرض. تفضلي. أول إشي أنا حابة أحكي، نحن كل سنة بنحتفل في يوم الأرض، وأنا بتمنى هاي السنة تكون يعني أفضل إشي يعني نحن نعمله. ولازم نعمل إنه عنا أراضي وعنا شباب، وعنا شباب كتير بطالة وبحتاجوا إنه يشتغلوا ويساووا بالأرض. وهذا الإشي يعني الأرض عنا كتير أراضي ولازم نعمل عليها مشاريع. هل عندن أراضي وعندن أملاك؟ بدنا يعطون للشباب الأراضي، بدنا يتبرعوا إنه يزرعوا، وزارة الزراعة تدعمهم. أها. وتدعم هالشباب يعني أراضي، يعني كل الأراضي الفاضية أو المشاع الكبيرة مثلا إنه يشتغلوا فيها. أيوة بالضبط، لأنه أنا مرة شفت يعني شوف عيني شاب عم بيعمل بصة خضرة وما خضرة، فإذا سحب الأرض طلعوا منها، بعد فترة جت اليهود استولت على الأرض ما حطوش إشي. ليش؟ لأنه فاضي وعندنا شباب كتير مش بحاجة يطلعوا برا. يعني أنت ترين إنه لازم استغلال كل ذلك. شكرا جزيلا لك إمشادي. شكرا لك. مين معنا؟ السلام عليكم. تفضل أبو أحمد. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بكلمك من غزة. بالنسبة لهذا الموضوع في عندي نقطة يمكن الإخوان ما تحدثوا فيها. إحنا في 7 مليون أو أكثر في خارج فلسطين، وفي عدد من دول تزيد عن 100 دولة والسفارات. لو سوينا الدول هذه السفارة مع الجالية الفلسطينية، مش عايزين يقولوا حق العودة ومحق العودة، بدنا يساهموا
ويرتبطوا في الأرض الفلسطينية وهم في خارج الوطن. لأنه كل واحد معاه جنسية أمريكية وألمانية وما ننساش فلسطين، فبيساهم بجزء عن طريق السفارات. ياريت كل سنة نشوف أكثر دول أو أكثر سفارات تتواصل مع الفلسطيني اللي خارج الوطن عشان يظل اعتقاده وانتمائه للوطن. والإخوان اللي تحدثوا على توزيع أراضي، احنا في غزة اليهود عملت المستوطنات في الأراضي الفارغة اللي ما كان السكان فيها 11 مستوطنة، فالضفة يعطوا ويساعدوا اللي برا 7 مليون اللي بيقولوا بدنا حق العودة وهم معاهم جوازات أجنبية، بيقولوا حق العودة أول انتموا للوطن طيب. وبعدين نساعد الناس اللي موجودين. نعم أشكرك نعم أشكرك أبو أحمد، شكرا جزيلا. أبو حسن من ألمانيا، تفضل أبو حسن. مساء الخير يا كابتن. هلا بيك، مساء النور. تحياتي. أنا طبعا بحكي من ألمانيا، شايف كيف اللي اتكلم قبل هيك يعني شايف كيف لازم كلامه ما يكونش يعني للدرجة هذه. شايف احنا كفلسطينيين هنا في أوروبا بنعيش في أوروبا وبنعيش الأحلام وعايشين في أحلام وبنحب وطننا واتصالاتنا مع وطننا، إلا أنه مع أهلينا للأسف الشديد صعب كثير. بالنسبة للانقسام طبعا هذا الانقسام مش ممكن ينحل بالتفاوض السلمي إلا يكون انقلاب في غزة. الشباب الذين يعانون الانقسام، الطلبة والأبناء والأطفال والشيوخ وكلهم 80% يعانون من الانقسام. يا أخي يا دخيل الله، وين الأحجار اللي الثورة الفلسطينية اللي قامت من غزة؟ يا أخي قوموا ضد هذول الناس الباطلين الفاشلين الفاسقين اللي نهبوا غزة ونهبوا الشعب كله. يعني هذه العصابات يا أخي صارت على أم سمافة تنهب وتسرخ دائما لبديا، والناس بتكلم يقول لك الانقسام وحل الانقسام. الانقسام ما بينحل إلا أنه احنا الشعب في غزة يقوم بثورة داخلية طيب. على اساس انه انهاء الانقسام. اما الانقسام السياسي هذا مفاوضات، احنا يعني منه ما بيجيبش. نسأل الله تعالى ان يوحد الامة بدون دم. من كل قلبي انا طبعا حاولت اتصل فيك كذا مرة من المانيا، وانا علشان يكون علمك قبل حوالي 3 سنين كلمتك من رام الله. نعم. قلت لك انا من اوروبا طبعا. يا سيدي الله يحييك، احنا بنتشرف فيك. اشكرك. فرصة احنا نتكلم معك يا اخي. اشكرك يا سيدي، شكرا جزيلا. يعني بالصدفة اول مرة بحاول من الاسبوع اللي فات اسبوعين ثلاثة. اشكرك يا سيدي، نتشرف فيك، شكرا جزيلا لك، تشرفنا فيك. مواطن رام الله، تفضل يا مواطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اخ معاذ من العزيز. تفضل. مسيك بالخير. هلا بيك سيدي العزيز. الأرض اغتصبت والأرض جرحت والأرض انتهكت من قبل الاحتلال الغاشم، الله لا يبارك فيه. فإحنا يا شعب واحد لازم جميعنا نتوحد ونوقف وقفة رجل واحد وندافع عن الأرض وعن الوطن وعن العرض. ولكن يا سيدي العزيز إحنا حاليا الأرض مش قادرين نصلها، لأن حطوا الجدار وبعد الجدار ما نقدر نصلها، لا نحرسها ولا نقطفها ولا نساوي أي شيء. يا سيدي العزيز احنا هكيتا في عندي مشكلة ان في بالنسبة لعدم ترخيص السيارات اللي مش قادرين نصل فيها الى الارض، ما بنقول السيارات المشطوبة احنا بنقول ترخيص السيارات الغير، يعني اللي مش قادرين نرخصها ولا نأمنها. وعندي مشكلة سيارة من 8 سنين مش طيب مرخصة. ليش ما حد بيقدر؟ لو سمحت لي بس شوية، بنت وصلت الوزير وقال لي ما حد بيقدر يحل مشكلتك إلا غير سيارة الرئيس. بس أفهم ليش بس مش راضين عمره. بس ليش مش راضين رخصوها؟ لأن ما في، أنا مش قادر أرخصها ولا أمنها، الحالة الاقتصادية صفر. طيب أنا بطلب بس من سيادة الرئيس، هو الوحيد اللي بيقدر يرخص لي اياها بهذا الكلام من وزارة المواصلات. طيب أشكرك. بطلب من سيادة الرئيس استرحام إنه يقدر هاي رقمي عندي تحت الهواء إني طيب. أنا أرخص سيارتي على إنها بتعيل 8 أفراد. طيب شكرا. وفي عندي بس ترك تليفونك بعد. نعم يعني ترك تليفونك عند زميلنا أو المخرج صهيب. شكرا جزيلا. مين؟ شكرا. مين معنا يا صهيب؟ مواطن، تفضل يا مواطن.
مساء الخير يا خيي. اهلا بيك. خيي احنا يعني نطالب بالوحده ثم الوحده ثم الوحده. اها. اريحوا الشهداء في قبورهم واريحوا الاسرى في سجونهم. اها. يعني رجاء رجاء من الكيادات. وشكرا يا اخي. طيب هاي رسالتك في يوم الارض. نعم. طيب اشكرك يا سيدي شكرا جزيلا لك. ابو عبد الله تفضل. يا ابو عبد الله. السلام عليكم. كيف حالك يا اخ معاذ؟ الله يحييك ربيك. الله يسعدك. والله اهتمت سؤالك لاحد المتصلين كيف بدنا نحرر الارض وكيف بدنا نوصل لكل اللي بدك توصل متفاجئ فيه. تفضل. شوف يا سيدي هاي بشرى من ابو عبد الله لك ولكل اولادنا. اها. والله يا اخ معاذ. اه. حديث حبيبنا رسول الله واضح المرابطين في بيت المقدس وكما بيت المقدس بضربناش اللي بخلنا ولا اللي بخلفنا. امر الله سيتنزل وهم على هذا وهم في رباط. والله يا اخ معاذ امر الله الا يوصلنا لخلافه راشده عن هذه النبوه ما دام الليل والنهار. امر الله ربط في الاقصى فينا. ليش الاقصى يا اخ معاذ؟ لان اليهود هذول بيدعوا الهيكل، هيكلهم المزعوم تبع سيدنا سليمان وابو سيدنا داود حسب زعمهم لليهود ابن اليهودية أعور الدجال. طيب أنت متيقن أن الله عز وجل راح يرضى للميد ملقصة ويحطوا هيكلهم المزعوم؟ عشان هيك أمر الله بده يتنزل. أمثلة في كتاب الله: أتى أمر الله مطفينا نعم الطوفان، أتى أمر الله يا سمائك لا يظلم لا عرفت سفينة نوح على الجودي، أتى أمر الله ورفعك ورلوط رأس على العقب، أتى أمر الله وكثيرك وأمدادهم بريصرصة بالصاعقة بالصيحة بالنيازل. يعني هاي هاي خلينا نحكي في يوم الأرض أنت هيك بتتوقع؟ ما يوم الأرض، ما هو يوم الأرض، ما هي الأرض المباركة يا أخ يا أخ معاذ، هاي أرض مباركة وقصانة مباركة. والله يا أخ معاذ وكالك ناس بتحكي عن نيزك طوله 6 كيلومتر بحق بدعمه 6 حديث لحبيبنا رسول الله وكتاب الله بأيده، هذا راح يحصل في شهر رمضان بإذن واحد أحد في النصف الأول من شهر رمضان. يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لك. مواطن فضل. يا مواطن مين؟ ابو سامة. تفضل ابو سامة. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كل التحيه لشهدائنا رحمهم الله، كل التحيه لاسرانا، كل التحيه لكل من شارك في في احياء ذكرى يوم الارض. نعم. ويعني صار الواحد محتار مع الاخوه المشاهدين او المشاركين في البرنامج، يعني بس جاي على بالي أول إشي أبدأ بتحية خاصة من غزة من حي استجاعية للخليل مباشرة تصل للرجل اللي صنف حماس إنها مش فلسطينية، وأؤكد على ذلك. أنا أؤكد على لا ذلك. إله إلا الله. طيب اسمعني الله يخليك اسمعني مكفي والله العظيم يا جماعة. كلمة الوحدة صارت على ذكرى بتمقت بسبب وجود حماس ما اللي تدعي انها فلسطينيه وهي ما لهاش علاقه بفلسطين. يا عمي لانه انتم مش شايفين، انتم مش شايفين ايش اللي بيصير في غزه يا جماعه. او العفو، لا عارفين لكن مش قادرين تعملوا اكثر من طاقتكم. سواء يعني كل تحيه لكل اهلنا في الارض المحتله ال 48 والضفه الغربيه احنا الاحتلال يعني ليش يا مهون أن نقارئ ونستشهد في مقاومة العدو الصهيوني. أما اللي بيطلعوا بيشاركوا بيقول لك فتحوا حماس فتحوا حماس، صرنا قايلين مليون مرة يا عمي ما في اثنين بيختلفوا في هالدنيا إلا يكون واحد على باطل وواحد على حق. ليش يطلعوا يقول لك فتحوا حماس فتحوا حماس؟ لحد الآن للأسف الشديد أنت في كل مرة يا حبيبي يا معلم بتقول الناس بتدق في بعضها وما بيجيبوا سيرة العدو. يعني لحد الآن ما حدا جاب سيرة الاحتلال إلا مرة واحدة من الآخر. الاحتلال مصنف يعني من الآخر من الآخر في يعني من الآخر من الآخر. والله لن ينتهي الاحتلال، والله لن تتم الوحدة، والله والله ما لم نصفي بيتنا الداخلي من حماس. لا إله إلا الله يا رجل. زي ما بقول لك بس شوي بس شوي. هل ما بيجوز حللوا قتلنا ولا لا؟ يعني بس من 10 سنوات يوصل أصل رفع إيده قال كلما قتلت في هذه السلطة الكافرة الخائنة ما بيجوز. طيب بس شوي هلا بعد إذنك إحنا بنحاول قدر الإمكان أن يعني لا ينزلق أحد إلى يا معاذ هذا برنامج يعني معلش أنا بدي أقول لك برنامج مساحة حرة. أما اللي بيطلعوا بيسبوا مش مرة سبوا عليك أنا بدي أسألك مرة سبوا عليك
ما هذا الولد ابو نص لسان اللي اسمه سعيد مره ما عجبوش البرنامج وفي بيطلع بيقول لك هذا البرنامج مش عارف ايش مره واحد قال والله انه بتجيبوا شغلات ملفقه مع انه يعني طيب ما دام بتعرف انها شغلات ملفقه ليش بتشارك يا كلب يا ابن الكلب البعيد لا 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 وقف 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 اسالك بالله انا ارجوك طب يعني انتم بتطلبوا منكم كثير كمان هذا هذا البرنامج للشعب الفلسطيني ما ما مش للناس اللي بس بده يطلع يقول انا حكيت بالله عليك ما بدنا نسب بالله عليك يعني ما بدناش نسب ممكن ايش ما بدناش نسب بدناش ما بسبوك انت ما انت ما انا سمعهم وهم يا عمي انا طلع علي بسبوا البرنامج مش وكأنه البرنامج كأنه البرنامج لمعاذ البرنامج للشعب الفلسطيني مش وسب اسمعني مش وسب عادي بتكبته هيك انسى لا ما بصير اذا انت بتتحمل شعبنا بتحملش طيب اشكرك يا سيد شكرا جزيلا لك ابو سامي معنا يا صهيب مواطن العبادية تفضل يا مواطن هلا بيك تعليم لنا الصوت تفضل كيف حالك الله يحييك طب ما خلص الكرت عندي ايه خلص الكرت طب يا سيدي حقك علينا تفضل رشاخ معاذ بدي اقول لك بمناسبة يوم الارض تفضل انا ببارك للشعب ويعني يوم الارض الخالد يعني احييناه بقوة وبوجه تحيات لاقليم حركة فاتح محافظة بيت لحم يعني اخ معاذ انا يعني بدي اسرد كل الحديث في كلمتين بدي اقول انه الاخ الرئيس بطارد لنا مشان يجيب لنا حقوقنا وهذا وبس بدي اوجه التحيات شكرا شكرا لك ابو تحسين تفضل ابو تحسين طيب تفضل ابو تحسين الله يمسيك بالخير هلا بيك تفضل كيف حالك يا معاذ الله يحييك طبعا بحييك وبحيي صوتك الرائع واصرارك على تصديق حق المواطن صوته تفضل يا سيدي طبعا انا عندي مداخله صغيره تفضل طبعا احنا صارت امورنا في الحياه او في المجتمع الفلسطيني بالاحرى موسميه يعني مثلا بيجي يوم الارض بنعمل له حفله بيجي يوم الاسير بنعمل له حفله بيجي يوم التشهيد بنعمل له حفله وهذا الحكي اصبح موسمي هذا الحكي بتصوري يعني وكانه اصبح الاحتلال بالنسبه لنا مرتاح مش في موضوعنا اصبحت الامور بالنسبه لنا ردات فعل مجزوءه ومقتصره على ردات فعل بسيطه لكن المفروض احنا كمجتمع فلسطيني ما زلنا بنعيش تحت احتلال وما زال الاحتلال بقمعنا على الرايحه والجاي انه يكون انتمائنا لهذا الوطن وانتمائنا لهذه القضيه اكبر واوسع من انها تكون امورنا موسميه وشكليه يعني مثلا ما راي يوم الارض خلص انتهى ما فيش شيء جديد الارض يعني انتهى الموضوع يعني قصدك انه هيك على الموسم يعني على الموسم مثلا هي على الموسم يعني انت استاذ معاذ ضليع و لا انا صحفي استغفر الله لا لا مميز لا لا لكن انتوا مطلعوا من هال لا انت برايك انت برايك اصبحت امورنا موسميه جدا موسميه يعني كمان كم يوم بيجي يوم الاسير بنحتفل فيه وبنعتصم وبنرفع الرايات وصور الاسرى وبروح الموضوع بيجي مناسبه ثانيه كذلك الامر فمفروض تكون امورنا هي دائما للوطن والارض لانه احنا ما زلنا شعب محتل ما زال الاحتلال هو راسخ فوق ارضنا يعني هي خبر عندكم الاحتلال بده يصادر 9177 دونم من اراضي نابلس بديلا لمستعمره عمو ايل اللي شالوها هاي فمفروض تكون فينا الحميه هاي او الانتماء للوطن مستمر ومجدد كل يوم ما يكون موسمي وشكلي وبروح بعديها يعني زي علبة الكولا خضة بتفور وبتنتبه وبتنتبه طيب موضوع أشكرك يعني أنت برأيك علبة كولا شكرا جزيلا لك فاتن تفضلي فاتن ألو يعطيك العافية أخ معاذ الله عافيك بالله بس بدي أشارك بالنسبة ليوم الأرض أنا بحب أوجه تحية أول إشي للأجهزة الأمنية ولكل المواطنين اللي طلعوا على أراضينا المحتلة يزرعوا شجر ووقفوا بوجه الأسلحة اللي رافعين بوجههم جنود الاحتلال الصهيوني ودعوة بشكل عام للشعب الفلسطيني نتركنا شوي من قصة حماس وفتح ونفكر بس إحنا شو بدنا نعمل عشان نكون بس إيد واحدة ساعتها إن شاء الله بنتحرر يعني أنت برأيك إنه الاهتمام بالأرض فعلا وبكفي مناكفات هيك رأيك أكيد طبعا أكيد إمتى ما وقفنا إيد واحدة
وتركنا فتح وتركنا حماس، تركنا أي إشي تاني، إحنا كلنا بنطلع مع بعض إيد وحدة، طالما إحنا بنلعب وبنضرب في بعض، وهذا بلطش عاد وهذا بيحكي عاد، رح يضل الاحتلال مكيف على هذا الوضع ورح نضل مكانة كثير. نعم، شكرا جزيلا. نعم. لك شكرا لك. مواطن من طول كلمة، تفضل يا مواطن. مرحبا فيك. هلا بيك. كيف حالك؟ تفضل يا سيدي. ايش يا اخ معاذ، كيف حالك؟ الله يحييك. احنا نأمل ان الارض هي الارض هاي واحدة، وكل ان شاء الله ان الفصائل تتوحد كلياتنا وكلنا فلسطينيون. خليني بس يا مواطن قبل ما تكمل انه احكي انه قبل قليل بخبرني المخرج انه في اصابة فتى بنيران الاحتلال قرب بلدة نعلين غرب رام الله. تفضل سيدي. تفضل. طب اخي مواطن، نحن نترحم عليهم في هذه الارض، في هذه الارض طلع في هذه الارض يا معاد، كنا نتذكرها بدون انت عمرك بال 35 ربنا يخليك عمرك. آه. احنا بنتذكرها ايام الارض كان يسع فيها 5-6 شهداء شايف، وكل يعني يوم الارض هو الارض يا اخ معاد. آه. للاسف الشديد قاعدين بناكسوا، قاعدين بسيموا، قاعدين بحطوا. هل واحد بدي اعرف انا، هل واحد نص واحد أدان الاحتلال الإسرائيلي يا أبي، كنا بدينوا بعضنا ببعض. للأسف الشديد هذا والله ما هو مضبوط. الرئيس رئيس محمود عباس حفظه الله والحكومة الرشيدية هي قاعدة تشتغل كل شغل، يعني شغل تشتغل يوم الأرض. طيب ليش قاعدين بتناسبوا ببعضكم؟ محطة محترمة يا جماعة هاي. كل العالم تسمعها كذي، ليش بتساوموا على بعض؟ يوم الارض هو الارض. يعني برايك انه يجب انه يكون في يعني تآلف اكثر من اي وقت مضى وحفاظ على التماسك، صحيح؟ 100% هاي 100%. ولا طلع اخي معاذ برضو خليك معي شوي. احنا هاي انا سمعت المناكسات هاي، انا ما بحب المناكسات هاي. الأرض هي الأرض، لأنه رئيسنا محمود عباس حفظه الله والحكومة الرشيدة هم قاعدين بيشتغلوا، يعني كل يعني بيشتغلوا بكل فكرة للأسف الشديد. يعني نعم. أشكرك يا سيدي، أشكرك، شكرا جزيلا لك. محمد من القدس، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام. أول شيء نحترم جميع الموجودين على القائمين على البرنامج، والله يحييكم ان شاء الله للامام. شكرا لك. بس انا حابب بس اضيف شغله واحده. يوم الارض هو غالي على الجميع، غالي على الشعب الفلسطيني. فلسطين ان شاء الله حره وراح تضل حره. اللي انا حابب احكيه بس شغله واحده بالنسبه لقصه الوحده الوطنيه. يا اخي والله بكفي نضلنا نقول وحده وطنيه وما فيش منها موجوده على الارض بالمره. الإشي الوحيد اللي نطلبه من جميع الإخوان اللي في حماس وبفتح وبالجهاد وبالجبهة الشعبية إنه بس يتذكروا إنهم طلعوا من نفس المعسكر، كلهم انولدوا بمعسكر واحد. نعم. يا ريت يبطلوا مزاودات كل واحد على الثاني. نعم. ويعاودوا يرجعوا يقعدوا زي الناس ويفكروا بس بجواب واحد، يفكروا بشغلة واحدة، إنه اللي مش قادر يتفق مع أخوه كيف بده يحرر الأرض. طيب. بس هذا هو. أشكرك يا سيد، شكرا جزيلا لك. معنا ضيق الوقت، معنا نص دقيقة مع محمد من جنين. تفضل محمد. مساء الخير أخي معاذ. هلا بيك، تفضل أخي معاذ. تفضل أخي معاذ. يعني إحنا بس نحتفل بذكرى يوم الأرض ولا نفهم ما يوم الأرض، ما هو يوم الأرض؟ الأرض هي للبشر كلها، لأهل فلسطين كلها. أنا كيف بدي أتثبت في أرضي وأنا بعيش حياة رذيلة، حياة بدون كرامة، قوانين سلطوية بعد بلديات تشد على المواطنين. بدك أنا أعيش بوطني وأتمسك فيه، ما هاجرش برا. وأنا بطلع في موظف 4000 شيكل معاشي، كأستاذ عندي 6 أولاد في المدرسة. عقيد، ما أخي عقيد ولا مقدم، يطلوش فترة خوزيزي معاشي 7-8000 شيكل،
وزير معاشه 30,000 20,000 شيكل. انا كيف بدي اثبت في عندنا انا والله لو عندك اسال انه فعلا في حدا انه معاشه 30,000 شيكل اشكرك جزيل الشكر والله لاسالك اياها الاسبوع الجاي عشان اكون صادق معك. اشكرك يا سيدي شكرا جزيلا لك شكرا. في الختام نعتذر الذين يتصلون ولم يتمكنوا من الدخول البرنامج لضيق الوقت. نشكر لكم حسن الإصغاء وطيب المتابعة. لكم تحية فريق العمل وشكرا لك المخرج صهيب حسين بتحملنا دائما. شكرا لكم نلتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. فحتى ذلك الحين أطيب الأمنيات والمنى. إلى اللقاء.